المدة الزمنية التي يقضيها الأسير داخل السجن هي فرصة أيضا لإبداعات تتعلق بالحركة الأسيرة، ومنها الرسومات التي تحاكي المعاناة داخل السجن. هذا الصباح معنا نضال فتاش وواسير محرر. سعد صباحك، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا فيك نضال. نضال، يعني أنت قدمت مجموعة من الرسومات التي تحاكي معاناة الأسرى في زنازينهم. خلينا نحكي أكثر شوي عن شكل الزنزانة، ضعنا يعني في صورة كيف يعيش الأسير داخل زنزانة ولسنوات طويلة. الزنازين الانفرادية بتكون هاي عند بداية الاعتقال، خصوصا في فترة التحقيق. الزنزانة معروف هي كثير صغيرة، حجمها لا يتعدى المتر ونصف متر. مكان الإخراج بعيد عنكم، يعني بيكون في نفس المكان، يفصلوا قليلا، يعني حيط صغيرة، ومرات ما بتكون في هاي الفاصل. جدرانها جدا خشنة، إضاءتها جدا سيئة، حتى في الليل ما بيسمح للواحد انه يكون الضوء عليه مطفي، بيضلوا دائما الضوء لونه اصفر مزعج موجود فيها. بعد ما يخلص الواحد فتره التحقيق بينتقل على السجن، وكله هي وضحتها بالرسومات اللي رسمتهم. بتكون هناك غرف اكبر شويه بس مكتظه، يعني بكون في 10 اسره تقريبا. كنت بسجن مجده 10 اسره داخل غرفه صغيره. يعني العوده للزنازين بتكون مرات كاجراءات عقابيه، يعني الفترة الأطول اللي ممكن يقضيها الواحد في السجن اللي هي الغرف العادية، بس الزنازين هاي بتكون كإجراءات عقابية أو في فترة التحقيق. احنا نشوف بعض اللوحات، الصور اللي حاولت أنت من خلالها أن توضح وترسم في أذهاننا، إضافة لكلامك وهذا الشرح، الصورة داخل الزنزانة، الصورة داخل الغرفة، داخل السجن بشكل عام. كمان هذه بتكون بناء على تجربة شخصية ومعايشة، وفيها نوع كمان من الألم على هذا الواقع داخل السجن. صحيح، أنا بلشت أعمل الرسومات هاي كنت منتقل لغرف الأسرة في الأقسام الرسمية في سجن مجده. فكنت قاعد على البرش أو هو التخت بنسميه، وبتفرج على المنظر أمامي، حبيت أبلش أرسم فيه. بعدها اكتشفت أنه تفاصيل سجن الجلمي والزنازين في فترة التحقيق ما زالت راسخة كل تفاصيلها جوا دماغي، يعني كأنها محفوظة. فبلشت أرسم بكل هاي الخطوات اللي مرت علي كلياتها، يعني رجعت بلشت أرسم شو صار معي في الزنازين، كيف شكل الزنزانة، تخيلت الزنزانة من عدة جهات ورسمتها، كيف المحكمة، كيف البوسطة اللي بنطلع فيها على المحكمة. حتى أذكر أني كنت ناسي شوي من شكل المحكمة، فاضطريت أجلت الرسم لحد ما رجعت لجلسة محكمة ثانية وأخذت تفاصيل المحكمة كلياتها على أساس لما أرجع لغرفة السجن أكمل رسمها زي ما شفتها بالضبط. نعم، طيب نضال، أنت يعني أيضا كان هناك محاولات عدة لهذه الرسومات أو مراحل، خلينا نقول في المرة الأولى تم مصادرتها، أيضا خضعت للتحقيق على إثر هذه الرسومات من قبل إدارة مصلحة السجون، سجون الاحتلال، وأعدت رسمها من جديد. يعني هاي الصور اللي عم نشوفها أنت كانت مكتوب عليها مثلا النسخة الرابعة، هل يعني فقدت بعض التفاصيل؟ هل قدرت كمان ترجع ترسم اللوحات اللي فقدتها؟ شوفي، هو الحياة داخل السجن دائما فيها خوف من مصادرة هاي المقتنيات والأشياء، خصوصا الأسرة، ياما أسرة كتبت كتب عظيمة وتصادرت. فكنت واعي شوي لهاي النقطة، بس ما تخيلت أنه رسومات تشكل مشكلة بالنسبة للاحتلال. فكنت لما أرسم الرسمة أحاول أخرجها مع أسير معين ممكن تنمسك، كانت مرات لما عملت مجموعة رسومات دخلوا تفتيش عشوائي، هو بيكون عبارة عن تفتيش تخريبي، ما هم معنيين بالموجود بالضبط، عدا انهم يخربوا. فتصادرت من بين مقتنيات عدة، ورجعت كمان مرة، يعني تنبهت لهاي النقطة، صرت لما ارسم الرسمة اعمل منها كمان نسختين ثلاثة، يعني كأني برسم الروحة اربع مرات. زي ما ذكرت، اشي خرب اشي تصادر. النسخة الثالثة أثناء محاولة إخراجها من السجن انتبه إلها ضابط الحارس، ففي يوم من الصبح بيحكي لمسؤول الأسرة بنسميه دوبير إنه نضال جايك إنك جهز حالك، بدك تنزل على الزنازين الانفرادية، في إلك عقاب سقاف اللي هو محاولة الهروب من السجن. حكيت له ما عملت إشي يعني، فحكى لي خليني أرجع أحكي مع الضابط ونشوف شو القصة. فأجى الضابط عمل معاه جلسة تحقيق داخل السجن، كان بيحكي باللغة العبرية، بس كان مسؤول الأسرة منبهني إنه هو كمان بيفهم عربي، فأنا بدي أترجم بيناتكم. فوضحت له، حكى لي ليش بترسم هاي الرسمات، لمين بدك تطلعها، شو القصد منها. حكيت له يعني هي مجرد ذكريات، الناس بتكتب
كتاب ذكرياتها، انا برسمهم رسم كل واحد في مجاله يعني. خريج كليه فنون جميله، كنت متخرج من الجامعه، وبالمناسبه اعتقلت ليله تسليم مشروع تخرجي كمان. فقلت له لسه انا عالق بالتخصص اللي بدرس فيه، وهي عباره عن رسومات عاديه يعني، والحمد لله مشت على خير. ظلت معي النسخه الرابعه، ويعني كان مقدار الخوف قوي انه لازم اقدر اطلعها معي. فالحمد لله يعني لما جيت اروح حطيتها بين المقتنيات اللي معي بطريقه معينه، وقدرت اني اروح فيهم بشكل اضافه بكل تاكيد للمخزون اللي بوصلنا من داخل السجون فيما يتعلق بتاريخ هذه المراحل من حياه الاسرى، بالكتابه الادبيه، كل ادب السجون المتعلق بشعر، روايات، مذكرات وكل هذا. وهذه اضافه جميله ونوعيه بكل تاكيد. وين راحت هذه الصور؟ وين عرضتها؟ وين شاركت؟ لاول مره عرضهم هي قبل يومين ثلاثه. لهم يعني 7-8 سنين موجودين عندي بالحفظ والصون. متخوف كنت انه يعني انا رسمت الحياه الروتينيه العاديه، ما تعرضت لمواقف انه فيها عنف ازيد، فيها تنكيل، فيها قمع. يعني تجارب الاسرى واللي انحبسوا سنين، يعني انا ما شفت القمع، بس حسب ما سمعت عن القمع يعني لا شيء اللي رسمته قبال القمع يذكر. فلحد يعني يوم ما نشرتهم، خصوصا الفترة هاي كانت القضية مؤشرة جدا على الأسرة، استذكرت مقولة الشهيد عمر البرغوثي الله يرحمه، انه كل أسير قضية، لبسه قضية، زيارته قضية، زوجته قضية، الكانتينته قضية. فتفرجت على الرسومات، انا راسم البوستة، راسم كل القضايا. القضايا العادية هاي هي الصراحة قضايا مؤلمة صراحة، فخفت انه الناس تفكرها انها قضايا عادية، بس لا، انبسطت لما نشرتهم على الفيسبوك، اللي بشوفهم بقول وصلنا مشاعر. للأسف الناس قالوا حسينا بغصة لما شفنا هاي الرسومات، فحسيت انه خلص الحمد لله اني نشرتهم، انه يعني عملوا تأثير، تعاطف معين، تسليط ضوء معين على قضية الأسرة حتى في حياتهم العادية. نعم طبعا، هذه المقتنيات كمان هي جزء من هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الأسير، وكمان مثل ما شاهدنا يعني في سجن النقب عندما أحرق الأسرة غرفهم، يعني هذا كمان مؤثر جدا انه يخسروا هذه المقتنيات. صحيح، المقتنيات كل ما يملكها الأسير، فإذا راحت يعني كأنه خسر أشياء عظيمة بالنسبة له، كبير. وخصوصا أنه أي قلم الرصاص كنا نتغلب تنجيبه عشان نرسم فيه، فما بالك بالأشياء الثانية اللي بتكون عنده، ذكريات وصور أبنائه إلى آخره. نعم، الحرية لأسرانا. شكرا لوجودك معنا نضال ومشاركتك معنا هذه التجربة. شكرا جزيلا.